إذا عند المزاحمة تقدم الأم في مثل هذه الحال، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أيها الكرام، يبين لنا أحد الشعراء في أبيات جميلة ماتعة حنان الأم وعطفها، فيقول: أغرب امرؤ يوما غلاما جاهلا. أسرد عليكم الأبيات ثم أشرحها ليتضح المقال أكثر. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا القلب رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. بيت جميلة جدا. هذا الشاعر يصور لنا حال إنسان أغري بالمال على حساب أمه، غرابة بالمال، قالوا له: مش رايك جبنا قلب تاع الأم تاعك، نعطيولك دراهم بزاف، الجواهر، الدراهم، الدرر، نعطيولك الذهب، نعطيولك الجواهر، نعطيولك الأموال، جبنا القلب تاع الأم، يعني جيب القلب حتى يقتل الأم تاعك، يعني ينزع القلب، هذا هو المقصود. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. الفتى الغلام المغفل، هذا هو المقصود، ذهب استلم الخنجر، جاب الخنجر، عن الأم تاعو حرقا ومديه فرحان يجري، وين رايح؟ باش ندي الدراهم والجواهر والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. رايح يعني بالقلب يصورها فقط، ورايح يديه باش يعطيهم الدراهم والجواهر والدرر، سقط هو يجري عثر. لما عثر القلب هذاك فيه الدم وكذا طاح في التراب، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ كش ما صرالك يا وليدي تاع انت قلب الحماك راه. وما زال القلب يشفق على قلب الأم، ما زال يحن على ابنه ويشفق. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ كش ما صرالك يا وليدي؟ هو الحال قلبك انت مزالك تخمي عليه. ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا القلب رغم حلوه قلب الأم حن، غضب السماء به على الولد انهمر. ربي اغضب على الولد لأنه عق أمه وفعل ما فعل. هذا الولد كأنه فطن لحاله، مش راني ندير الأم تاعي ديرها هذا الشيء. فاستل خنجره، ذاك الخنجر اللي ضرب به الأم تاعو شي جدران، هذا ما راح يحول نفسه. فاستل خنجره ليطعن نفسه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. استل نفسه باش يكون عبرة، يا ناس خافوا ربي، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كأن القلب زاد عاود قلبه، قالوا: لا 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 تفعل يا بني، ما تقتلنيش مرتين. يعني الأولى قتلتني أنا الأم تاعك، والآن راح تزيد تقتل نفسك كما راك تقتلني أنا معاك. لا إله إلا الله. عاطفة الأم أيها الكرام، فاحرص أيها الفاضل على بر والديك، والله إني أنصحك من أعماق قلبي. اذهب خاصة إن كنت مفرقة، ارجع الليلة، أمك معك وقبل راسها. ارجع أيها الفاضل وقبل رأس أمك.
قبل أن تغادر الدنيا لتقدم قدما شديدا وتتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يسأل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. احرص أيها الفاضل على بر والديك، ارجع إلى والدك لعلك أقربته، لعلك خرجت وهو عليك غضبان في غير معصية الله جل وعلا، أي لم يأمرك بمعصية، ارجع إليه وقبل رأسه واطلب منه العفو والسماح، فلعل المنية تباغتك أو تباغت والدك، وحينئذ تندم ولا تحين مناص ولا تحين مندم. قال المصطفى.